جبت دي لكلابي من على امازون، هي عباره عن حاجه اسمها ليك مات. اوكي كده بالظبط، ده عشان يلزق بيه من تحت في الحاجات، بتلزق في الارض غالبا، وبعدين بنحط هنا التريتس وبنخليهم يقعدوا يلحسوا فيها عشان يطلعوا الاسترس اللي جواهم ويطلعوا طاقتهم بدل ما يقعدوا يقطعوا الحاجات عندنا في البيت. يلا نجرب. هحضر لثلاث كلاب، سيمبا دي بتاعت لوسي الاورنج ودي الدولشي. هحط لهم اول حاجه ده زبادي خالي الدسم وفروزن، اوكي فهو بارد، اوكي عامل زي التلج كده شويه. دي ناحيه هعمل لهم بيها ناحيه كده، اوكي، وهنا دي كمان ناحيه هنا كده، كمان ناحيه تانية هنا، هيقعدوا بقى يلحسوا فيها ويعيشوا حياتهم ويفكوا عني شويه. اوكي دي بينات باتر، يلا نحطها برضو، الكلاب بيحبوا البينات باتر دي برضو. الحاجات دي كلها يا جماعه از تريت، اوكي وانس بير ويك مثلا بديها لهم، مش بديها لهم كل يوم يعني. ها هنا كمان واحده بينات باتر عشان خاطر دولشي حبيبي، كمان واحده هنا بينات باتر، يقعدوا بقى يلحسوا الصبح يفرغوا طاقتهم بدل ما بيفرغوا طاقتهم عليا ويقطعوا الحاجات في البيت. دوت بروكلي وكارت الاثنين مع بعض، يعني جزر وبروكلي برضو. الحاجات دي المفروض ان هي اوكي اكسبتابل عشان الكلاب. هنفتحه كده نحطه ناحيه، اوكي هنا كمان ناحية، سمبوسة مش قادرة تستنى؟ ياي حبيبي سمبوسة، استنى استنى استنى، حاضر 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 حاضر. يلا ده سويت بوتيتو أو بطاطا، ممكن عادي تسلقوا بطاطا ومهروسة، تسلقوا جزر زي ما انتوا عايزين. اوكي يلا بقى هنروح نديها لهم ونشوف رد فعلهم. يلا حبيبي مين هياكل؟ مين هياكل تريتس؟ مين؟ يلا يا سمبوسه، سمبوسه هنا 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 هنا، سيمبا هنا، انزلي يا سيمبا. يا لوسي يلا دوشي، تعالي تعالي، كم 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 هنا، تعالي حبيبي تعالي حبيبي. يلا اتفضلي سمبولا، يو لايك ات دوشي؟ You like it? لوسي حبيبي You like it? You like it? يقعدوا بقى يلحسوا فيها ويطلعوا طاقتهم لحد ما ايه يزهقوا. انا حاطه لهم الاكل على الترابيزه بس عشان اعرف ايه اصور. حبيبي حبيبي لوسي حبيبي. سمبولا ليه عايز تاكل الاكل بتاع دولشي؟ ها ليه؟ هو كمان هيجي ياكل الاكل بتاعك. يلا هما دلوقتي هما قاعدين بياكلوا الاكل بتاعهم، بيلحسوه بيتفرغوا طاقتهم زي ما انتوا شايفين ومبسوطين حبايب قلبي. You like it؟ مين اكل الجبنه؟ مين اللي اكل الجبنه؟ لوسي لوسي خدتيها ورحتي فين يخرب بيتك؟ تعالي لازم تنزلي تحت على الارض. مين اكل الجبنه يا ناس؟ مين اكل الجبنه؟ لوسي سرقتها اهي زي ما انتوا شايفين وماسكاها ايه بتنحت فيها. والله لا ايوه يا لوسي النبي، فرغي طاقتك فرغي طاقتك يا حبيبتي، فرغي طاقتك وطلعي الاسترس حبيبي، طلع الاسترس حبيبي، طلعه حبيبي، طلعه وطلعه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على القناة. باي.